الهدف من المشروع اللي احنا بنزرع مزرعه على السطح. المزرعه دي بتبقى كويسه للاحتباس الحراري، بتمتص ثاني اكسيد الكربون، وفي نفس الوقت بتتيح الفرصه للطلبه انها تتعلم الزراعه وتتعلم حاجات عن البيئه. المشروع في الاساس تبع جمعيه شجره، كانت لنا المشروع كامل مزروع بالسماكه وكل حاجه، وبعد كده ادينا انتوا بقى المشروع ده بتاعنا. يعني حاجه عمليه فعلا، هو اساسا منهج عندي في الدراسه في سنه ثانيه اللي هو زراعه الاصل، فبقى ده هو عملي بالنسبه لي. اللي انا شايفه في المشروع ان هو كونه من 2013 لحد دلوقتي شغال، ده اعجاز. ده طبعا احنا حتى ده شغال من غير اي تدخل من عندنا. المدرسه من نفسها بدرت، كان في هنا للاسف على سور المدرسه في مقلب زباله، نظفوه وعملوه شجر، عملوا برضو مبادره للريسايكلينج، عملوا ابسايكلينج، زرعوا، جابوا ازايز، الطلبه بتجمع الازايز بتاعتهم، بييجوا هنا مع حصه الزراعه وحصه التربيه الفنيه بيلونوها وبيعملوها يعلقوها على الحيطان وبيزرعوا فيها. والاحسن من ده كمان هو الفيدباك اللي انا خدتها من الاخصائيه النفسيه، اللي هو ليه علاقه بتاثير المشروع دوت على الصحه النفسيه للطلبه، وازاي ان دوت بيديهم ثقه في نفسهم وبيحسن من السلوكيات بتاعتهم. انا ساعات كتير ببقى محتاجه طلبه معينه عندهم نشاط زائد، طلبه عندهم عاوزين يفرغوا زي في الانشطه المدرسيه، واهمها الزراعه واهمها التربيه الفنيه لانها برضه متفاعله معايا. احنا في المرحله ان شاء الله الجايه عملنا طورنا البروجكت وسميناه شجر ات سكول 2.0. اللي احنا هنعمله، احنا برضو هنعمل روف توب فارم وهنزرع شجر اصيل حوالين المدارس. برضو هنعمل حاجه، هنبقى نتعاون مع طلبه في عماره اخر سنه، هنخليهم يجوا ان هم يشاركوا في المشروع بحيث ان هم يتعرضوا للبراكتسز اللي ليها علاقه بالجرين ديزاين والعمارة الخضراء والحاجات ديت. هنحاول برضو لو قدرنا ان احنا ندخل برضو طلبة التعليم الفني هم برضو يشاركوا في تنفيذ بعض المراحل في المشروع، زي مثلا شبكات الري، اعمال الحداد. احنا دلوقتي يعني تقريبا خدنا الحمد لله شبه موافقة يعني المشروع دوت.